طلبة الصف السادس الابتدائي، ازيكم يا ابنائي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنحل مسائل من كتاب الاضواء صفحة 81 حتى الدرس السادس من الوحدة العاشرة. بنتكلم عن تطبيقات التحويلات. من تطبيقات التحويلات الكيلو متر، عشان احوله لسنتيمتر بضرب في 100,000. راجع معايا التحويلات، اول خطوة بعملها من الكيلو متر، عشان احول المتر بضرب في 1,000. عشان احول من متر لدي سي متر بضرب في 10. ارجع بعد كده احول من الدي سي متر للسنتيمتر اضرب في 10، من السنتيمتر للملي متر بضرب في 10. عشان احول بقى من الكيلو متر للسنتيمتر هضرب 1,000 في 10 في 10 اللي هي 100,000. تحفظ التحويلات على ايديك كده. هنا الكيلو متر، المتر، الدي سي متر، السنتيمتر، الملي متر. عشان احول من الكيلو متر للمتر بضرب في 1,000، ومن المتر للديسيمتر بضرب في 10، من الديسيمتر للسنتيمتر بضرب في 10، سنتيمتر للملي متر بضرب في 10. طيب المسألة معايا الأولى بيقول لي معامل التحويل من كيلو متر إلى سنتيمتر، يعني هاخد 100,000 سنتيمتر على 1 كيلو متر. يبقى معامل التحويل الأول هاخد الإجابة ألف. السؤال الأول هاخد الإجابة ألف. عشان أحول من الكيلومتر للسنتيمتر هضرب في 100,000، يعني معنى الكلام إن 100,000 سنتيمتر على 1 كيلومتر بتساوي نسبة 1 إلى 1. فهمتوا؟ يبقى هاخد الإجابة ألف اللي هي 100,000 سنتيمتر على 1 كيلومتر. السؤال اللي بعده رقم 2، معدل الوحدة الذي يكافئ 129 كيلومتر لكل 3 ساعات. أنا عندي 129 كيلومتر لكل كام ساعات يا ولاد؟ لكل 3 ساعات. مين في التحويلات الموجودة الاختيارات اللي عندي بتكون صح؟ هنا عشان أقسم العددين على بعض هقول 129 هقسمها على 3 عشان أشوف السيارة مثلا بتقطع في الساعة الواحدة مسافة قد إيه، عشان أجيب معامل التحويل عندي اللي هي المعدل. بجيب 129 أقسمها على 3، 12 على 3 فيها 4، و9 على 3 فيها 3، يعني 43 كيلومتر لكل 1 ساعة. يبقى الإجابة بتاعتي موجودة اللي هي الإجابة ب. فهمتوا؟ يبقى أنت عشان تجيب معدل الوحدة اللي بيكافئ 129 كيلومتر لكل 3 ساعات بقسم بس المقام على 3، فهنا يديني 43 كيلومتر لكل ساعة. ده السؤال رقم 2. السؤال رقم 3، إذا كانت كتلة قطعة تساوي 14.8 كيلوغرام فإن كتلتها بالجرامات بتساوي رقط. هنا عشان أحول من الكيلوغرام للجرام بضرب في 1,000. يبقى السؤال رقم 3، أنا هضرب في 1,000 اللي عدد اللي هو 14.8 دي كانت كيلوغرام، عايز أحولها لجرام هضرب 14.8 في 1,000. لما اضرب في 1,000 احرك العلامة ناحية اليمين ب3 ارقام، يعني ازود صفرين جنبها، فيعطيني 14,800 جرام. يعني الاجابة بتاعتك هتكون 14,800، الاجابة دال. السؤال رقم 2، اكمل ما يأتي. رقم 1، يبيع سامر 3 حقيبات متماثلة مقابل 600 جنيه، فإن المبلغ الذي سيحصل عليه إذا باع حقيبة واحدة، يعني هو بيبيع ال3 حقائب مبلغ 600 جنيه وعايز يجيب ثمن الحقيبة الواحدة، يبقى هيقسمهم على بعض. يبقى عشان أجيب ثمن الحقيبة الواحدة يا أولاد هقسم المبلغ الكلي اللي هو 600 على عدد الشنط أو الحقائب يديني 200 جنيه. يبقى الحقيبة الواحدة ثمنها 200 جنيه. مفهوم؟ طيب السؤال اللي بعده رقم 2، إذا كانت كتلة الخاتم، كتلة خاتم نهى 3.75 جرام فإن كتلته بالملي جرامات، عشان أحول من الجرام للملي جرام هضرب في 1,000. يبقى سؤال 2 عشان أحل المسألة دي، هضرب الكتلة اللي هي كانت 3.75 هضربها في 1,000 عشان أحول من الجرام للملي جرام، يعطيني ناتج 3750 ملي جرام. تمام. السؤال اللي بعده رقم 3، تعرض مكتبة ألف مجموعة
مجموعة كراسات مكونة من 8 كراسات مقابل 48 جنيه. يعني المكتبة الأولانية بتبيع الثمان كراسات بمبلغ 48 جنيه، مفهوم؟ وتعرض مكتبة به نفس نوع الكراسات في مجموعة مكونة من 10 كراسات مقابل 50 جنيه. تعال نشوف أيه العرض الأفضل، فإن المكتبة لا تقدم أفضل سعر للشراء. طبعا هنجيب معدل كل واحدة، يعني هشوف المكتبة الأولى بتبيع الكراسة الواحدة بكام، وأشوف المكتبة به بتبيع الكراسة التانية من نفس النوع بكام، وأشوف اللي السعر أقل يبقى ده الأفضل. فاهمين؟ تعالوا نجيب معدل البيع، معدل البيع للمكتبة ألف، هقسم عدد الكراسات اللي هو 48، طبعا هما 48 جنيه، عدد الكراسات كانوا 8، عدد الكراسات كانوا 8 وكان بيبيع الثمان كراسات دول ب48 جنيه، يبقى هقسم 48 على 8 فيها 6، يعني 6 جنيه لكل واحد كراسة. طب تعالى نجيب بعد كده معدل البيع المكتبة به، عندي المبلغ الكلي 50 جنيه لعدد 5 كراسات، يعني أقول 10 جنيه لكل واحد كراسة. مين بقى الأفضل؟ يعني اللي بيبيع كراسة هتبقى ب10 جنيه ولا ب6 جنيه؟ مين المعدل الأفضل؟ هنا معدل، وعايز أتكلم عن المكتبة تقدم أفضل سعر للبيع. المكتبة ألف بتبيع 48 كراسة، 48 جنيه، 8 كراسات، التمن كراسات بتبيعهم ب48 جنيه، يعني المبلغ الكراسة الواحدة بقى ب6 جنيه، والكراسة المعدل ب مكتبة ب بتبيع كراسة بسعر كام؟ 10 جنيه. الشارع سعر عشان نشتري بيه أولاد، والمكتبة دي 1000، لأن هنا الكراسة هتكون ب6 جنيه، لكن هنا الكراسة هتكون ب10 جنيه. تعالوا نشوف السؤال التالت، اكتب القيمة الممكنة لكل مما يأتي. عايزين نحول رقم واحد، هنا بيقول لي 7.14 لتر، عايزين نحولها إلى الملي لتر. حول من اللتر للملي لتر، أضرب في 1000، يبقى حرك العلامة ناحية اليمين ب3 أرقام، تبقى 7140. السؤال اللي بعده رقم 2، العدد هنا بيقول 10، العدد كان 104.1 متر، عايزين نحول من متر للكيلو متر، هنقسم على 1000، يبقى 104.1 هقسمها، العدد ده هيتقسم على كام؟ هيتقسم على، عشان احوله من متر للكيلومتر اقسم على 1000، يبقى هكتب العدد 104.1 على 1000. لما اقسم على 1000 بحرك العلامة العشرية جهة اليسار ب3 أرقام يا ولاد، يبقى هنا هكتب 1044 وأعد 1 2 3 وأعمل علامة وصفر. ده العدد، يبقى العلامة اتحركت من مكانها لهنا وجت في الأول، طلع العدد كام؟ 0.1041. مفهوم؟ يبقى احنا حولنا من المتر للكيلو متر، قسمنا على 1000. طيب السؤال اللي بعده رقم 3، العدد 45، هنا بقول 45 كيلو متر في الثانية بيساوي نقط كيلو متر في الساعة، عايزين نحول. العدد كان 45 كيلو متر في الثانية يساوي كام كيلو متر في الساعة؟ يعني دي كانت معناها 45 كيلو متر كل واحد ثانية، عايز أحولها لكام كيلو متر في الساعة. طيب أنا عندي هنا لازم أعمل خطوة تحويل، الكيلومتر مش هيتغير، تمام؟ طيب يبقى أنا هسيب كيلومتر زي ما هو. الثانية دي عايزها يبقى اسمها ساعة، ركز معايا تاني كده،
انت عندك 45 كيلومتر في الثانية، عايز تحولها كام كيلومتر في الساعة؟ بتكتب 45 كيلومتر على 1 ثانية، وهنا كيلومتر على الساعة. طيب الكيلومتر مش هيحصل له تغيير، خلاص يبقى انت مش هتكتب هنا حاجة، مش هتكتب كيلومتر، ولكن اللي هيتغير مين؟ الثانية. انا عايز يبقى ساعة، يعني عايز اكتب هنا ساعة، او كاتب كلمة ساعة تحت كده، واكتب فوق ايه؟ ثانية. ليه؟ لان الثانية عايز اختصرها مع الثانية، فاكتب ثانية فوق كده. خلاص؟ طيب انا عارف ان الساعة بيساوي 3600 ثانية. الساعة الواحدة 1 ساعة بيساوي 3600 ثانية. طب هنعمل ايه؟ هنختصر بقى الثانية تروح مع الثانية اللي هنا، وبعدين اضرب 45 في 3600 واكتبها هنا، وهنا 1 ساعة زي ما هي، لان 1 في 1 بـ1، يبقى 45 هضربها في 3600. اضربها ازاي؟ او منزل الصفرين الاول واضرب العدد 36 في 45، 5 × 6 = 30، صفر معايا 3، 3 × 5 = 15، و3 = 18، زائد احط الصفر، 4 × 6 = 24، 4 ومعايا الـ2، 3 × 4 = 12، و2 = 14، واجمع 8 × 4 = 12، اطلع 2 و4 = 6، ونزل 1، يبقى هنا الناتج هكتب الصفرين واكتب العدد جنبيه اللي هو طلع 0 2 6 1، اهو طلع الناتج 162,000. نقوم كاتبين هنا 162,000. تمام، اشرحها تاني يا اولاد عشان اللي مش فاهم. طيب بص تاني معايا كده، ركز السؤال 3 هشرحه تاني عشان اللي مش فاهم. ركز معايا يا حبيبي، السؤال بيقول لي ايه؟ ركز كده، 45 كيلومتر في الثانية، بتعمل ايه لما يجيلك سؤال زي ده؟ تقوم كاتب 45 كيلومتر كده لكل 1 ثانية، انت بس بتترجمها تمام، وتسيب مسافة كده فاضية عشان دي هنا هتعمل التحويل، هو عايزك تحولها لكيلومتر في الساعة. تقوم كاتب ايه؟ كيلومتر كده لكل ساعة، هو عايزها تبقى كده. طب انت تعمل ايه بقى؟ تعمل علامة ضرب. ايه التحويل اللي هيحصل؟ تحويل واحد ولا اتنين؟ لا تحويل واحد بس. ليه؟ لان الكيلومتر ما حصلوش حاجة، الثانية بقت ايه؟ بقت ساعة. تعمل ايه؟ تعمل خط كده، الكيلومتر مش هيحصل له حاجة، اللي هيحصل مين؟ الثانية. انا عايز الثانية دي تتغير، هي في المقام عشان تختصرها بقوم كاتب هنا ثانية في البسط عشان الثانية تروح مع الثانية. طب انا عايز يبقى هنا موجود في المقام ايه؟ ساعة، اقوم كاتب هنا ساعة. خلاص كده؟ بعد كده بتحول بقى، بتسأل نفسك هي الساعة فيها كام ثانية؟ والله الساعة 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية، يبقى الساعة 3600 ثانية، يبقى 1 ساعة 3600 ثانية. تمام؟ نرجع بقى بعد كده خطوة الايه؟ الاختصار. بنختصر الثانية مع الثانية، 1 مع 1، 1 في 1 بـ1، هضرب 45 في 3600 يعطيني الناتج اللي احنا ضربناه من شوية اللي هو طلع معايا 162,000. تقوم كاتب هنا 162,000، وكده انت خلصت مسألتك. يبقى هنكتب في النقط ايه؟ 162,000 كيلومتر في الساعة. كده المسألة انت خلصتها. السؤال رقم 3، السؤال رقم 4 هنا بيقول لي 210 أمتار في الثانية بيساوي كام؟ 210 بيساوي كام كيلومتر في الساعة؟ برضو بنفس الطريقة هنعمل ايه؟ هنكتب المسألة بتاعتنا كانت 210 متر في الثانية، متر في الثانية يعني متر على 1 ثانية، بهدوء خالص، وتسيب مسافة فاضية كده عشان هتعمل تحويل. بيقول لك بيساوي كام كيلومتر في الساعة؟ هنعمل علامة الضرب. طيب هنا في كام تحويل؟ في تحويلين يا اولاد، في تحويلين، يعني المسألة دي هنعمل فيه مرة وكمان مرة تانية. تمام، يبقى انت لما تيجي تعمل تحويلين هتعملها ازاي؟ تعالى كده ننقلها الورقة الفاضية تاني عشان نبقى مسافة كبيرة قدامنا واحنا بنحل. تمام، احنا اتفقنا ان عندنا تحويلين، يبقى الحتة دي هعمل فيها كام كسر؟ هعمل فيها كسرين، خلاص، كسر وكسر جنبيه، فبنكتب في منطقة فاضية كده كبيرة عشان ما نتلخبطش. 210 مترها على 1 ثانية، اعمل فيه وبعدين فيه تاني وبعدين يساوي، انا عايز اوصل بقى كيلومتر على الساعة. طيب هعملها ازاي؟ بسيطة ان شاء الله، ركز معايا بص كده وافهم بس الطريقة السهلة دي، وانت عمرك ما تتلخبط في المسائل دي خالص ان شاء الله. بص يا حبيبي، هنا المتر ده انا عايز يبقى اسمه كيلومتر، خلاص اكتب هنا كيلومتر واقسمه على متر. ليه؟ لان المتر هيروح مع المتر يختصر، فيتبقى لك كيلومتر بس فوق. دي اول حاجة، شوف فهمت كده؟ يبقى اول خطوة عملنا ايه؟ جبنا كيلومتر على ايه؟ على متر، اهو بهدوء خالص، ركز. تاني المسألة كانت كده، عملنا ايه؟ المتر انا عايز يبقى اسمه كيلومتر، قمت كاتب هنا كيلومتر فوق لان الكيلومتر فوق، وكتبت هنا ميم اهي. بعد كده بسأل نفسي هو الكيلومتر ده كام متر؟ كيلومتر 1000 متر، قمت كاتب 1 كده، 1 كيلومتر اهي يساوي ايه؟
1000 متر. خلاص كده المشكلة التانية، الثانية دي عايز يبقى اسمها ساعة، تقوم كاتب ثانية فوق هنا عشان تختصر مع الثانية اللي تحت دي. خلاص كده اختصرناها، وأقوم كاتب هنا بقى ساعة. مش بس كده، أسأل نفسي هي الساعة كام ثانية؟ 3600 ثانية. كده خلصنا المهمة الأولى. المهمة التانية بقى مهمة الاختصارات. أنت هتختصر، هتختصر إزاي؟ الكلمات المتشابهة، الوحدات المتشابهة هتختصر من البسط والمقام. يعني إيه؟ يعني المتر ده هنشيله مع المتر ده، نختصر، ونختصر الثانية مع الثانية. خلاص فاضلك 210، هتضربها في واحد، هتضربها في 3600، تقوم كاتب الناتج هنا. واحد في 1000 في 1 هيعطيك 1000، تقوم كاتب في المقام 1000، أهو 1000 تحت، تمام؟ وفوق 210 في 3600، 210 في 3600، ده البسط، والمقام كان 1000. طب خط كبير أهو، 210 في 3600 على 1000. اختصر يا حبيبي، شيل صفر بس كده، صفر مع صفر، صفر مع صفر، صفر مع صفر، بقت 21 في 36. تقوم ضارب بقى ضربة مطول، جايب ال 36 في 21 وضارب، 1 في 6 ب 6، 1 في 3 ب 3 زائد وحط الصفر، 2 في 6 ب 12، 2 معايا الواحد، 2 في 3 ب 6 1 7، وتجمع تمام بقت 6، و 3 و 2 5 وننزل ال 7. أصبح الناتج كام خالص بعد ما خلصنا؟ يعني هنا قلنا ضربنا ال 210 في ال 3600، لما طلع الناتج كام؟ 756، ده الناتج النهائي. تقوم كاتب هنا بعد ما قسمناهم على بعض، قسمنا الناتج اللي هو 210 في 3600 على 1000، طلع الناتج 700 كام؟ 56 كيلومتر على 1 ساعة. يبقى إجابتك هتقول 756 كيلومتر كل ساعة، أو تمام أو في الساعة، فهمتوا؟ يبقى 756 كيلومتر في الساعة، دي إجابتك، ودي طريقة حل المسألة. افهمها كويس وحلها كذا مرة، وعيد المسائل كذا مرة هتلاقيك فهمتها. وفي فيديو برضو حله كامل، مسائل من سلاح التلميذ يا أولاد على التحويلات دي باستفاضة يعني، فشوف الفيديو ده وافهم المسائل بتحل إزاي، تمام؟ عايزة بس تفهم طريقة حلك للسؤال. فهمت طريقة الحل هتبقى الأمور سهلة جدا عليك، هي طريقة واحدة بس بنمشي عليها وبإيه؟ وبنحل المسائل دي. لكل المسائل طريقة واحدة اللي احنا شرحنا بيها دلوقتي، لو التزمت بالطريقة دي هتفهم إن شاء الله الأمور هتبقى بسيطة. تعالوا نكمل بقى حل المسائل. كنا وصلنا للسؤال رقم كام؟ 5. احنا حلينا السؤال دلوقتي رقم 4، لسه السؤال اللي هو رقم كام؟ 5 و6. تعال نشوف سؤال 5. بص يا ولاد، السؤال 5 بيقول لي هنا 59 كيلومتر في الساعة بيساوي كام متر في الثانية؟ في هنا تحويلين، ركز كده، 9 كيلومتر في الساعة، تقوم كاتبها على 1 ساعة. خلاص احنا بنترجم اهو، افهم الكلام، 9 كيلومتر في الساعة، 9 كيلومتر 1 ساعة، هتعمل ضرب وفي كمان ضرب، ها ليه؟ لأن هو غير الوحدات، غير وحدتين، يبقى هتعمل ضربين تحويلين يعني. هنا متر في الثانية هتقول متر على ايه؟ على الثانية. تعالى بقى بهدوء كده، الكيلومتر عايز يبقى اسمه متر صح؟ حط متر واقسم على كيلومتر اهو، اسأل نفسك الكيلومتر كام متر؟ 1000 متر اهي، دي أول خطوة. الساعة عايز يبقى اسمها ثانية، تقوم كاتب هنا ساعة فوق عشان الساعة تختصر مع الساعة، الوحدة تروح مع الوحدة، وتقوم كاتب هنا ثانية. اسأل نفسك الساعة كبيرة فيها كام ثانية؟ 3600 ثانية اهو. تعالى بقى نختصر، اختصر الوحدات مع بعضها، يعني الكيلومتر اختصره مع الكيلومتر، والساعة مع الساعة، تمام؟ اتفضلك فوق متر اهو، اتفضلك تحت ثانية اهي، اضرب بقى 59 في 1000 في 1، يبقى 59 في 1000، 1 في 1 في 3600، 3600. اختصر بقى، وشايل صفرين مع صفرين، ماشي؟ اتبقى عندك كام؟ 590 على 36، تمام؟ ده الباقي بالنسبة لنا، يبقى احنا هنعمله ايه؟ عملية قسمة، هنقسم 590 على 36، 5 صغيرة، 59 على 36 في 1، 1 في 63، 36 36 نطرح، 9 ناقص 6 ب 3، 5 ناقص 3 ب 2 ونزل الصفر، 230 على 36، ها هنعملها ازاي؟ هنخبي رقم مع رقم، 23 الأقرب مثلا اللي هو كام؟ اللي هو التسعة، ستة في تسعة بأربعة وخمسين. تعال نشوف بس التلاتة في تسعة بسبعة وعشرين كبيرة، طب ما هي 23 على 3 الأقرب اللي هو 3 في 8 ب 24، 3 في 7 ب 21، اضرب في 7،
ماشي، 6 في 7 ب 42، 2 معايا ل 4، 3 في 7 ب 21، و4 يبقى كام؟ 25. كبيرة، يبقى أنا هم ضارب إيه؟ 36 في 6، 6 في 6 ب 36، 6 ومعايا 3، 3 في 6 ب 18، و3 21 يعني 216. نكتب هنا 6 وهنا 216 ونطرح 10 ناقص 6 ب 4 و2 ناقص 1 1 يعني 14. تعمل إيه بعد كده عشان تخلصها؟ طيب ده انت بقى طرحت، ما تقول 14 ده الباقي، 14 على 36 يعني ممكن تعملها في صورة كسرية، تقوم كاتب، بص يا حبيبي كده، كاتب 36 بره، انت بتقسم على كام؟ على 36، خلاص خلي 36 تحت، تمام؟ افهم الطريقة، انت بتقسم ده على 36، اداك الناتج 16، تقوم كاتب هنا 16 بره، والباقي 14، يبقى الناتج هيطلع بكام؟ اكتب 36 تحت، ركز معايا كده، اكتب 36 تحت في المقام اللي هو المقسوم عليه. العدد اللي هو 590 عبارة عن حاصل ضرب 16 في 36 والباقي 14، تقوم كاتب هنا 16، 16 في 36 والباقي 14 اهو. تعالى بقى اختصرها، سيب ال 16، ال 36 وال 14 اعداد زوجية، 14 على 2 فيها 7 و 36 على الاتنين فيها 18، يطلع الناتج كام؟ 16 و7 على 18، تقوم كاتب هنا 16 و7 على 18 متر لكل ايه؟ 1 ثانية. يبقى الناتج بتاعك هيطلع كام؟ هتكتب هنا 16 و7 على 18 متر لكل ايه؟ لكل ثانية، أو قول متر في الثانية. يبقى الناتج بتاعك اهو، ده الناتج النهائي. هتكتب 16 و7 على 18 متر لكل ثانية، دي طريقة حل المسألة، تمام؟ تعالوا نشوف تمرين تاني برضه، افهم معايا طريقة الحل. السؤال اللي بعده رقم 6، عندي هنا عايز أحول من المتر في الثانية كيلومتر في الدقيقة، يعني في تحويلين، يعني في خطوتين للحل يا أولاد، سؤال 6 في خطوتين للحل، ماشي؟ ركز معايا، هنا 5/10 متر في الثانية، تقوم كاتب 1 على ثانية، اعمل ضرب وضرب، خلاص بيساوي، عايز تحولها لكيلومتر الايه؟ للدقيقة، صح كده؟ تمام. طب هتعملها ازاي؟ والله هتبص للمتر ده، عايز يبقى اسمه كيلومتر، تقوم قاسم هنا على متر كده، وكاتب هنا فوق ايه؟ كيلومتر، وتقول له ان الواحد كيلومتر ده ايه؟ 1000 متر. طب الثانية، عايز يبقى اسمها دقيقة، تقوم كاتب هنا دقيقة اهي، واكتب هنا ثانية، عشان الثانية تروح مع الثانية. طب اسأل نفسك، ما تستعجلش، الدقيقة فيها كام ثانية؟ 60 ثانية، ما تقولش بقى 3600، لا، ده الساعة هي 3600 ثانية. تعال اختصر الوحدات، المتر هيروح مع المتر، الثانية تروح مع الثانية، تمام؟ اتفضلك فوق كيلومتر بس اهو، واتفضلك تحت دقيقة بس. اضرب بقى 5/10 في 60 واقسم على 1000، تمام؟ تعالى بقى في الهامش بتاعك، قوم ضارب الأرقام في بعضها، قول له 5/10 في 1 في 60 على 1000، الصفر ده هيوقع العلامة، ماشي؟ فتبقى 5 × 6 = 30، أو تقوم عامل إيه؟ كاتب الصفر بتاع الستين كده أهو، عشان ما اللي بيتلخبط، اكتب الصفر بتاع الستين كده، وقوم ضارب 5 × 6 = 30 وحط العلامة بعد رقم، وبعدين اقسم على 1000، فيطلع الناتج 30 على 1000. شيل الصفر مع الصفر، اقسم بس المقام على 10، فيطلع 3 على 100، الناتج هيكون ايه؟ 3 جزء من 100، 3 جزء من 100. نكتب بالحل بتاعنا 3 من 100 كيلومتر في الدقيقة. بس دي خلصت كده فكرة حل المسائل المتعبة، تمام؟ مفيش حاجة صعبة إن شاء الله، افهم الطريقة بس وهتلاقيك شاطر في المسائل. السؤال رقم 4 بيقول لي تمشي هدى كام؟ هدى تمشي 100 كم؟ 340 خطوة في 10 دقايق بشكل منتظم، ما عدد الخطوات التي تمشيها هدى في 5 دقايق؟ هي بتمشي في ال 10 دقايق 340 خطوة، يبقى أنت هتجيب الأول المعدل، معدل الخطوات التي تمشيها فين؟ في الدقيقة، يعني عايز تعرف هي بتمشي في الدقيقة قد إيه الأول؟ فهتقسمهم على بعض، تمام؟ أو تعمل مقارنة بين عدد الخطوات وعدد الدقائق، تعمل معدل يعني. وبعد ما تطلع في الدقيقة الواحدة تضرب في 5، تمام؟ يبقى أقول له هنا المعدل بيساوي، هقسم، هي بتمشي 340 خطوة
في 10 دقائق. خطوة في 10 دقائق، يبقى هقسمهم هيديني كام؟ 34 خطوة في 1 دقيقة، أو أقول له الناتج هيبقى إيه؟ 34 خطوة في الدقيقة. يا إما أكتبها بالصورة دي، 34 خطوة على 1 دقيقة، أو أقول 34 خطوة في الدقيقة. تمام، أنت كده جبت المعدل. بعد كده عدد الخطوات التي تمشيها في 5 دقائق، أقول له عدد الخطوات بيساوي الخطوات المطلوبة في 5 دقائق، هضرب العدد اللي هو 34 اللي بيمثل عدد الخطوات في الدقيقة في عدد الدقائق اللي قال عليها اللي هو 5 دقائق المطلوبة. عايز أجيب عدد الخطوات في 5 دقائق، في 5 دقائق، الأربعة في 25، صفر معايا 2، 3 في 4، 3 في 5 ب15، 2 17، يعني 170 إيه خطوة للخطوات اللي هي تمشيها خلال 5 دقائق. طيب السؤال اللي بعده رقم 2، الجدول المقابل يوضح سرعات بعض التلاميذ في سباق خيري للمدرسة، رتب التلاميذ من الأسرع إلى الأبطأ. طيب أول واحدة يا أولاد، أنا عندي هنا 250 سنتيمتر في الثانية، 270 سنتيمتر في الثانية، معاذ بيمشي 0.055 كيلومتر في الثانية، عز بيمشي كيلومتر في الدقيقة. طيب يعني أنت خد بالك هتعمل إيه في المسألة دي؟ هتلازم تخلي كل التحويلات واحدة، تمام؟ يعني ما تستعجلش وتقارن الأرقام، ليه؟ لأن الوحدات مش زي بعضها. طيب هنعمل إيه؟ المشكلة عندي في المسألة معاذ وعز. معاذ أنا عايز أحسب السرعة بتاعته بالسنتيمتر كل ثانية، وعز برضو عايز أحول السرعة بتاعته تبقى إيه؟ بالسنتيمتر في الثانية. تعال نحسب سرعة واحد واحد كده، سرعة مين؟ الشخص اللي عايز أحول سرعته اللي هو سرعة معاذ. والله معاذ كانت سرعته 0.055، السرعة بتاعته كانت فين؟ كيلومتر في الثانية، صح يا أولاد؟ كانت كيلومتر في الثانية، يعني معناها إيه يا أولاد؟ يعني كيلومتر على 1 ثانية. طيب أنت عايز تحولها لإيه؟ عايز تحولها لسنتيمتر في الثانية، يعني في تحويل واحد عايز تخليها سنتيمتر على الثانية، عايز تخليها تحويل يعني عن طريق خطوة واحدة بس، مش خطوتين تحويل، يعني الكيلومتر هيفضل ولا يتغير؟ هيتغير، بس الثانية هي اللي هتفضل. طب الكيلومتر عشان اتخلص منه اقوم كاتب كيلومتر تحت في المقام، فالكيلومتر يروح مع الكيلومتر، بس خد بالك الكيلومتر انت عايزه يبقى اسمه ايه؟ سنتيمتر. تبقى عارف ان الواحد كيلومتر ده عبارة عن 100,000 سنتيمتر، 1 كيلومتر 100,000 سنتيمتر، تمام؟ الثانية مفيش منها ضرر، خلاص أنا ما عنديش مشكلة في دي. أختصر بقى يا ولاد، الكيلومتر أشيله مع الكيلومتر. بعد كده هقوم ضارب العدد ده في العدد ده. طب لما أضرب في 100,000 ودي علامة عشرية، بحرك العلامة ناحية اليمين بـ5 أرقام، لأن عندك 5 أصفار، أعد 1 2، أعد كده 1 2 3 4 5، يبقى الناتج اللي في البسطة يبقى 5 5، وبعدين إيه؟ 0 0، يبقى أنت كده خلاص حولتها سنتيمتر إيه؟ في الثانية. يبقى ليه سرعة إيه؟ معاذ، معاذ سرعته 5500 سنتيمتر في الثانية، تمام؟ كده حولنا من كيلومتر في الثانية إلى إيه؟ إلى سنتيمتر في الثانية. تعال نجيب سرعة بقى مين بعد كده؟ عز. سرعة عز، ها سرعة عز كانت كام؟ 2/10، شايفين في الجدول أهي، 2/10 كيلومتر في الدقيقة، يعني 1 ودقيقة كده. طيب أنا عايز أحولها لإيه؟ لسنتيمتر في الثانية، يعني عندك كام تحويل؟ 1 ولا 2 تحويلين، يعني هتعمل ضرب وضرب تاني زي ما احنا متعودين كده يا أولاد في التمارين اللي فاتت. أنا عايز يبقى اسمها إيه يا أولاد؟ سنتيمتر على الثانية، صح كده؟ أنا عايز يبقى اسمها سنتيمتر على الثانية. تعال نشوف إيه المشكلة اللي عندي. والله عندي مشكلة الكيلومتر عايز يبقى اسمه سنتي، خلاص اكتب هنا سنتيمتر وهنا إيه؟ كيلومتر. والدقيقة عايز يبقى اسمها ثانية، يبقى الدقيقة دي أنا أتخلص منها أقوم كاتب هنا دقيقة، وأقوم كاتب تحت ثانية. اسأل نفسك الكيلومتر كام؟ 100,000 سنتيمتر، والدقيقة كام ثانية؟ الدقيقة 60 ثانية. بعد كده اختصر كيلومتر شيله مع الكيلومتر، الدقيقة اختصرها مع الدقيقة، 2/10 هتضربها في 100,000 وتقسم على 60، أهي 2/10 في ده في ده، يعني 2/10 في 100,000، أهي 2/10 في 100,000، 1 في 1 في 60 ب60. ايه اللي احنا عملناه؟ ضربنا 2/10 في 100,000 في 1. طيب المقام هنعمل ايه فيه؟ هنختصر. هنختصر ازاي؟ فوق لما اضرب فيه
العدد 100,000 احرك العلامة ناحية يمين بخمس ارقام، يبقى 2 اهي، وحرك بقى ازود خمس، يعني هنا خمس ارقام اهم، وعندك علامة، العلامة تشيل صفر، فاهمين؟ يبقى عندك اتبقى كام؟ 10,000، يعني اربع ارقام، يعني تحط اربع اصفار جنبها، 1 2 3 4، يبقى احنا حركناها بخمس ارقام. احنا حركناها بكام رقم؟ 1 2 3 4، صح؟ مش سيبنا صفر مع العلامة، كان في علامة يعني، او انت ممكن تزود تعد 1 2 3 4 5 وتحط علامة بعد رقم، يبقى انت كده الصفر اتشال اهو، فهمته؟ بعد كده اختصر الصفر مع الصفر، بقت 200 على 6. 200 على 6 هتحولها لعدد كسري، ممكن تبسط يعني بس ومقام على الاتنين، تبقى 2 على 2 فالواحد يعني 100، وستة على 2 فالتلاتة 100 على 3. تعالى بقى حول المية على التلاتة، دي 3 في 3 و30 99، وتبقى 1، يعني الناتج هيطلع سنتيمتر في ايه؟ في الثانية، 3 وتلت، 33 وتلت. يبقى عندك سرعة معايز 33 وتلت، وسرعة هنا معايز كانت 5500 سنتيمتر في الثانية، مفهوم يا ولاد؟ طيب، وعندك في سرعتين تانيين، أحمد وماهر، هو عايزك بقى ترتب السرعات، رتب من الأسرع إلى الأبطأ. أسرع واحد خالص مين؟ في عندك هنا أرقام كمان، عندك أرقام اللي هي 250 سنتيمتر في الثانية، اللي هو كان أحمد، وعندك ماهر كانت سرعته 270 سنتيمتر في الثانية، وانت حسبت معاذ وحسبت عز، عز كان 33 وتلت سنتيمتر في الثانية، وعندي هنا معاذ، راجع معاذ تاني كده، انت عندك صفر علامة، صفر 5 5، تمام، كيلومتر في الثانية، وعايزين نحولها سنتيمتر لكل ثانية، هنا كيلومتر وهنا سنتيمتر، ضربت في 100,000، يعني حركت العلامة ناحية اليمين بخمس ارقام، ادي كده 1 2 3 4 5، خمس ارقام ناحية اليمين اهو، يعني قوم كاتب 5 5 0، يعني 5500، تمام، 5500 سنتيمتر في الثانية، تمام. تعال بقى نرتب من الأسرع للأبطأ، أسرع واحد مين يا أولاد؟ مين أكتر رقم عندك موجود؟ اللي هو عايز معاذ، صح؟ يبقى الترتيب هو عايز من الأسرع للأبطأ، هم كاتب مين الأول؟ معاذ. بعد كده هنا كان في 270 اللي هو ماهر، صح؟ 270 سنتيمتر. طيب في هنا 250 اللي هو أحمد، وفي عز اللي هي 33 وتلت، تمام. طيب احنا معانا هنا 33 وتلت اللي هي 33. طب نراجع كده تاني سرعة عز، كده نراجع سرعة عز، شوف حلك عامل ازاي فيه. راجع سرعة عز، هي كانت الناتج كام؟ 2 من 10 كيلومتر في الدقيقة، صح؟ تمام، وانت عايزها سنتيمتر الثانية، كيلومتر كتبنا هنا كيلومتر، وهنا 100,000، 1 في 100,000 دي 100,000، وهنا كتبنا ثانية، الدقيقة فيها 60 ثانية، فضربنا 2 من 10 في 100,000، دي 100,000 اهي، على 60، صح؟ طيب بهدوء كده ركز معايا تاني، لما اضرب 100,000 في 2 من 10 هتبقى ازاي؟ هكتب جنب الاتنين دي 5 اصفار، مش كده؟ ولا 4 1 2 3 4 4، ماشي، من غير بقى العلامة، هي العلامة اتحركت. هي الفكرة في ايه يا ولاد؟ ان احنا بص، لما نضرب في 100,000 هنا
هحرك العلامة ناحية اليمين بخمس أرقام، يبقى 1 2 3 4 5، تمام؟ يبقى مفيش علامة، العلامة أصلا إيه؟ حركناها، لأن 1 2 3 4 5. أو هتكتب 5 أصفار جنب العدد وتشيل علامة، يعني معنى كده في صفر ناقص. ما هو أنت لما تضرب العدد ده في 100,000 هتقوم كاتب 5 أصفار جنب الاتنين وتعمل العلامة بتاعتك بعد رقم، خلاص؟ فبقى العدد إيه؟ كده، يعني في صفر كان ناقص هنا، تمام؟ اللي هو 1000 يعني. يعني هي تبقى 333 في توتال، لأن كان في صفر ناقص. فأصبح الشخص التاني سرعته اللي هو إيه؟ عز اللي هو 333، يبقى 5500، وبعدين 333 وتلت، ده عز. وبعدين الشخص اللي بعده اللي هو ماهر كان 270، أو كاتب ماهر، والشخص الأخير اللي هو أحمد. بس ده ترتيبك لحل المسألة. يبقى فكرة الحل هنا تاخد بالك وانت بتضرب كويس جدا، يبقى ما جينا هنا ضربنا لازم نزود جنب العدد ده كام؟ 5 أصفار، أو تقوم قايل إن الصفر ده هيتحذف من ده، فبقت العدد 2 في 100,000 يعني 200,000، 200,000 على 60، تقوم حيز الصفر مع الصفر، وتقسم بقى العدد اللي هو 20,000 الجديد على 6، يديك الناتج إيه؟ 1,000 على 3 بعد التبسيط، وده الناتج النهائي.